متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة تازة. هذا البث المباشر متابعينا الكرام، شوفوا المخبزات واش حالين ثاني ايام عيد كما تشوفوا مخبزة مخبزة المدينة سدة ثاني ايام عيد الفطر. نديرو هاد الجولة نشوفو واش مخبزات المدينة حالين. شوفوا بهذه الجولة ثاني أيام عيد الفطر واش مخابز المدينة تازة حالين ولا لا. هذه مخبزة حلة ولكن كتبان لي لا ما فيهاش مخبزة هذه هي في مدينة تازة لكن مغلقة.
مخبزة أخرى. بلي جل مخابز مدينة تازة. ثاني أيام العيد سدين. شوفوا مخبز أخرى. ثاني ايام عيد الفطر كتشوف المدينه كلها خاويه ملتزمه بالحجر الصحي. السلام عليكم. الله يحفظك ابو زيد. الله يكبر فيك. الله يحفظك. مراقبة أمنية.
باش تدوز مشي وحده امنيه كيخصك يخصك كما كيقولوا تقبط النوبه ديالك لحقاش جميع السيارات في مدينه تازه كيسرقبوا جميع السيارات كيسرقبوا في مدينه تازه. نشوفوا نكمل الموضوع ديالنا متابعي الكرام، غنشوفوا كما قلنا المخبزات ديال مدينه تازه واش خدامين، كاين مازال بزاف المخبزات هنا في المدينه. غنشوف واحد المخبزات هي هنايا، مخبزه في الجيري ياك. مخبزه اخرى غادي نشوفو. كما قلت لك النقاط الامنيه باش تدوز مشي نقطه امنيه كيخصك تقبض الصف لحقاش مراقبه الاوراق ومراقبه ديال ورقه الخروج، وسمعت ولا حتى مراقبه ديال التامينات. بعض المرات ولا كيراقبوا التامينات، يعني مجموعه من الاجراءات كيتخذوها رجال ديال الشرطه بتعليمات من رؤساء المصالح ديالهم. راه صفر حاله بالنسبه لمدينه تازه، راه ما جاش هباء منثورا ولكن مجهود مضاعف. سامعكم مجهود مضاعف. نتوجه لواحد مخبزة أخرى مدينة تازة. ثاني أيام عيد الفطر، مازال بالنسبة مازال مدينة تازة حتى حاجة محلة لا محلة تجارية. يلا محلات المواد الغذائية اللي حله، المحلات بيع الملابس ما خدماش، المخابز انتما كتشوفوا ما خدماش، الناس ملتزمين بالحجر الصحي. الصباح كانت عندنا جوله شفنا رجال الامن كيف كيتعاملوا مع المخالفين. هذه واحد المخبزه مخبزة أخرى متسبعي الكرام، مخبزة أخرى متسبعي الكرام. متابعينا الكرام كنشكركم على هاد الفتره اللي دوزتوا معنا في هاد البث المباشر. كانت عندنا جوله نشوفوا المخابز مدينه تازه واش حالين. هانتوما كما كتشوفوا كل شيء سد، تلاقينا مع نقطه امنيه الحمد لله، كاين مجهودات امنيه
للتذكير الزياره ديالنا في هذا اللايفات راه كتكون بدون سابق انذار، بدون سابق انذار. يعني الوحدات الامنيه مدينه تازا راه ديما خدامه 24/24، يعني ماشي حتى كما كنقول ديما راه سياره خاصه زائد هاتف ديال البث المباشر. يعني هاد اللايفات كيكون عندنا على خفله كيجيو. وهذا المنبر كنوهو مجهودات العامل المدينه باش المدينه، رئيس الامن بمدينه تازا، رئيس القوات المساعده، القيادات، العرديين، الشيوخ، الوقايه المدنيه، والدرك الملكي. واحد المخبزة أخرى أمبولانجوري تاهي متتبعينا الكرام، سمحوا لنا هانتوما كما كتشوفوا سادة من تانوس. مرحبا، واش كلشي خارج دابا خويا عبدو؟ كاين فرض الحاجة الصحي. مرحبا سارة، قتلوا تازالة تازا محصورة، أمرها تستمر في أطوال، يعني السكينة مكناس الحمد لله الأطراف محضورة. برافو برافو برافو. القوت مرحبا. متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تيفي، على هذه الصورة هذه المخبزة نقول لكم استودعكم الله، تقبلوا فائق احترامات قناة شوف تيفي. كان معكم عبد الله من مدينة تازا.